واحد بيقول ألم يكن من الأفضل للإنسان لو إن الله لم يخلقه؟ ده بيعدل على ربنا يعني. الوحيد اللي قيلت عنه هذه العبارة يهوذا الإسخريوطي، قال عنه السيد المسيح كان خيرا لهذا الإنسان لو لم يولد. لو قلنا ان الانسان من الخير انه ما كانش يخلق، يبقى معنى كده انه ايضا لا يتمتع بالحياة الابدية. يعني انت عايز الانسان يبقى لا وجود له؟ لو لم يخلق يعني يبقى ما حصلش حتى الطبيعة الجامدة من التراب والحجر والرماد والحاجات. ربنا خلقنا لكي يعطينا فرصة للتمتع بالحياة الأبدية إن سلكنا حسنا في هذا العالم الحاضر. لكن كنا إنه ما يتخلقش خالص يبقى معناها ما كناش نتمتع بيك في الاجتماع بتاعنا النهاردة، وده شيء يعز علينا كثير. حتى لو كنت انت مش عايز تدخل، ده مش في ايدك، ما خلاص اديك اتخلقت.